يعكس من مطلب اللي هو اسمه تطهير الوزارة وتغيير الوزارات. احنا عايزين حكومة بجد، مش عادة حكومة الحزب الوطني. الحكومة السابقة هم بيحاولوا يقولنا ما عندناش كوادر تانية، ما عندناش بدائل. لا، مصر فيها بدائل وطنية ومحترمة وكلنا عارفينها، مش وزارة قيادات الصف الثاني من الحزب الوطني. احنا مش هنمشي الا لما نحصل على حكومة بجد، حكومة واسعة الصلاحيات، حكومة مش طرطور في ايد المجلس العسكري اللي بيحافظ على النظام السابق. احنا مش هنمشي غير لما يتقال كل الضباط اللي متهمين بقتل السيار. وما ينفعش. وبعدين ما في يبطلوا نغمة اصل الضباط شرفة وكانوا بيدافعوا على الإنسان. انا عايز اسألهم سؤال، هو في إنسان في ميدان التحرير؟ هو في إنسان على كوبري قصر النيل؟ هو في إنسان على كورنيش اسكندرية؟ زهقنا كده، زهقنا كده. رسالة إلى العسل وزير التحرية، أنت كالنظام السابق كذاب كذاب كذاب، وستسكت وستسكت كما سكت النظام السابق، ومن سيدافع عنه سيسكت. رسالة أخيرة، نحن لن نساوم على دماء الشهداء أبدا. بالمناسبة، كرامة المصريين ودم الشهداء هم الخط الأحمر الوحيد. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لا للمساومة على قتل الشهداء. لن نقبل بديات مقابل الإفراج عن الضباط. لن نقبل محاكمات كده وكده. لن يضحكوا علينا بمحاكمات متفبركة من قبل نائب عام متورط مع النظام السابق. فمن مطالبنا إقالة النائب العام واختيار نائب متوافق عليه من القوى الوطنية، نائب بجد. فاحنا شعارتنا حكومة بجد، تطهير بجد، محاكمات بجد. واخر حاجة، احنا طلعنا نقول تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. التالتة دي بقى ما عدتش على الوزارة اصلا. لما وزير المالية اول قرار ياخده في الموازنة علشان التقشف يلغي زيادة المعاشات، يبقى حكومة مش للفقراء ولا حكومة للشعب. الحكومة مرة تانية بتحكم لصالح رجال الأعمال، رجال الأعمال اللي ساهموا في قتل الثوار، رجال الأعمال اللي هربوا بالفلوس. وأول قرار ياخده الوزارة برضو اللي جت باعتصام هو تجريم الاعتصامات للعمال. القانون ده لابد أن يلغى. لازم من حق العمال انهم يعتصموا عشان يحصلوا على حقهم. ونرجع ونقول تاني، تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. 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 تغيير، شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلد. الحرية بتتولد، الحرية بتتولد. شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلد.
حسن عبد الله احمد علي، حسن عبد الله احمد علي. تحيا مصر.